سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة الجيلة، سعيد بلقائكم في الصباح في غرفة الأخبار. طبعا لمواصلة التغطية المستمرة اللي قامت بها البلاد، قناة البلاد وطبعا كل القنوات الجزائرية مشكورة، يعني موقف يحسب لها في التاريخ إن شاء الله، طبعا دون مزية ودون أن نمني على إخواننا في غزة أو في فلسطين أو في أي مظلوم في العالم. هذه هي أصولنا وهذه هي ثوابتنا وهي مبادئنا. يعني نواصل التغطية طبعا للأحداث، نحاول نقرأ الواقع، المخرجات، المآلات وغيره. طبعا ضيفي في الصباح هو الشيخ أحمد إبراهيمي، نائب رئيس الائتلاف العالمي لمصالحة القدس وفلسطين. أستاذ إبراهيمي صباح الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. صباح النور محمد، الله يسلمك. طيب خلينا ندير قراءة، أنت تتابع ما يحدث من عدوان في غزة، قراءة يعني لهذا خلينا نقوله الأسبوع الأخير، يعني تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة لك في هذا الصباح ولكل المشاهدين، وتحية خاصة للأشاوش ولرجال الله وأسود الله في أرض فلسطين الثابتين الصابرين الذين اليوم يعني يؤدون الأداء الذي يرفع الرأس، يؤدون الأداء الذي عزت به الأمة وافتخرت في ربوع مشارق الأرض ومغاربها. اليوم نحن دخلنا على 40 يوم سيد محمد، نعم 40 يوم لها دلالة، فاليوم اكتمل النضج واكتملت فصول المعركة، يعني 40 سنة هذه حتى إذا بلغ أشده. نعم نعم. اليوم الحرب وصلت إلى أشدها وأصبح واضحا انتصار المقاومة وثباتها وصمودها وانهزام هذا العدو الذي يعني رغم قوته البرية والبحرية والجوية واستعمل كل شيء يملكه ولكنه في النهاية عجز، رغم الرواية التي روج لها وقنع بها الكثير أن حماس تستعمل المشافي فها هو دخل إلى مستشفى الشفاء ولم يجد شيئا، لا صواريخ ولا منصات ولم يجد قيادات. فاليوم نرى انهيار تام لهذه المنظومة الصهيونية على مستوى الرواية، على مستوى الأداء العسكري، على مستوى الاستخبارات، حتى على مستوى الأخلاق، حتى على مستوى الأنهار. وبدأت حتى الشعوب النسب الشعوب العالمية التي كانت تعطيه الحق بأنه مظلوم وبأنه من حقه أن يدافع عن نفسه، اليوم في تراجع كبير والنسب تراجعت كثير لصالح المقاومة ولصالح الشعب الفلسطيني. اليوم هذا هو الوصف العام، أما الوصف الدقيق الآن ما زالت المقاومة تحقق في انتصارات وما زال لديها ولم تستعمل قدراتها كلها. اليوم على حسب الإحصائيات الواردة 5000 مجاهد فقط هم الذين يديرون فصول هذه المعركة، والباقي كله يعني في أماكنه ينتظر دوره. ورأينا بأم يعني بأعيننا ربما 5000، ربما شيخ ربما 1% يعني واحد كي تقول أنت عندهم 50,000 يعني مجاهد، هذو 50,000 نظاميين ودعك من الاحتياطي اللي دربوهم ألاف مؤلفة تدربت في 20 سنة، ولكن ليسوا منتظمين وإنما هم في أشغال أخرى، لأن تعرف حماس هي كانت تتكفل بإدارة قطاعات غزة، كانت محتاجة إلى شبابها وإلى كوادرها أن يكونوا في كل القطاعات التي تدير دفة الشعب الفلسطيني في هذا في ظل الحصار يعني. نعم شيخ، لو كان نعدد الجبهات التي هزمت فيها المقاومة هذا الكيان المبتذل، هذا الكيان الذي يعني خليني نقول بالعامي ما يحشمش، ما عندوش المشاعر، لأنه لو كان عنده المشي يحشم لا يتهم خصومه بين مزدوجتين باستعمال المشافي. يعني لا، هو الرواية تاعو قلت لك انهارت الرواية تاعو الآن والإشاعات. وش هي المجالات اللي انهزم فيها؟ أنا أول حاجة خليني نقول لك فصول أين دارت المعركة دارت في قطاع غزة في الشمال، يعني بقعة صغيرة تماما. غزة قال غزة كبيرة كي تحسبها من رفح حتى البيت حانون راهي كبيرة شوية، 40 كيلو طول، 7 عرض ما شاء الله يعني شوية. انت تعرفها عز المعرفة. أما أنك الدور في منطقة أصغر بلدية في عندنا في الجزائر تانا أكبر من هذه المنطقة، يعني منطقة يعني صغيرة تماما، هذه بيت لاهية وبيت يعني ماهيش منطقة شاسعة وكذا. نعم. رغم أنه يحكوا على 350 دبابة، 350 ألف جندي، الطائرات، البوارج البحرية، كل هذه كله عجزت أنها تصل إلى مقاوم واحد. الله أكبر. يا سيدي جيبوا لنا مقاوم واحد صوروا لنا، قال وإن كان أنا عندي عادي جيب مقاوم عادي، اليوم حرب الحرب وسجان. نعم طبعا. يوم ولا يوم بصح مع هذا ما وصلوش ليها. لجبنهم، لعدم قدرتهم، لعدم إيمانهم، ما عندهمش إيمان باللي أنهم هم على حق.
فما قدروش يدخلوا خطوتين تخليهم المقاومه تستدرجهم. معناها ميدانيا المقاومه هزمتهم. يعني هذا مش انا نقول فيها لانني انا مايل للمقاومه ونحب المو، لا هذا ميدانيا. هذا والصوره الاعلام العالمي والخبراء العالميون الغربيون يقولوا هذا، يقول الكلام. لان علاه المقاومه هذه المره هذه تختلف على الجولات اللي فات، انها استغلت الاعلام استغلال حقيقي. يعني نعم. قدرت توظف الاعلام التوظيف الحقيقي. لما واحد يوري لك كل يوم يوري لك انه هو دمر وعمل وصنع، وفي المقابل لا خلوش يورينا الا الاطفال الصغار. البارح شفتهم انا في الردم، معظم اللي جبتهم من الردم البارح اطفال. نعم. معناها انت حربك موجهه للاطفال، هو موجه لك على، هو يوجه لك الى رمز العزه تاعك اللي هي المركافة والنقله النمر. هذا هو نعم. العزه تاعهم، لان الطائره ما قدروش يلحقوا لي خاوتنا الاف 16 وكذا، ولا البوارج البحريه ما قدروش يلحقوا لها. مع هذا انت تقول باللي انا تملكت الارض والصواريخ تنطلق. رغم انه استاذ ابراهيم انت تقول ما يقدروش يلحقوا لها، الكلام هذا يعني ناخذه بتحفظ مثلا، يعني قلت ناخذه بتحفظ. لا اسمع، خذوا بتحفظ. انا ندلك على واش راح يدور في المعركه. الا عندهم شيء من بعد يخرجوا يحقوا الاسد. اتوقعوا ان شاء الله. انا متمني هذا سي محمد من داخلي. من داخلي متمنيه، ولكن نحكي لك على الواقع اللي موجود. يعني الان ما زالت الاف 16 يعني ما وصلوش لها، لان هي المدمره. يعني لا، هي اللي تدمر، التدمير تاعها خطير جدا. يعني وترسل 100 قنبله في الدقيقه الواحده، مش حاجه صغيره. قلت لك الان قالوا باللي استولينا، كي استوليت مين يخرجوا الصواريخ؟ هام الصواريخ المظلين اللي هجموا على زكيم قبل ايام، من راحوا؟ الضفادع البشريه اللي داروا عمليه ومازال الان، مازال لحد الان القسم ما حبش يتكلم عليها، خليها لوقتها. دار عمليه في الشاطئ البحري، يعني كانت عمليه مميزه وفيها قتلى وفيها ضباط كبار. يعني انت اليوم احنا الناس عم ينشروا، كذبهم. يعني استاذ ابراهيم ميدانيا المقاومه طيب. ما شاء الله ذكرت اعلاميا في العقود الماضيه. انت تقول باللي قتل الانترنت في العقود الماضيه. شيخ الولايات المتحده الامريكيه ذبحت العراق، ذبحت افغانستان، الصومال، افغانستان كذا، وكنا نشاهدها في سوريا. وكنا نشاهد الروايه الغربيه فقط. الان نشاهد الاعلام العسكري للمقاومه حماس ينشر امور لا احد تمكن من تكذيبه، لا اعلامه ولا الاعلام المسند له. نعم. وزيد انت البارح لما تشوف وزير الدفاع البارح، يعني من تجاعيد وجهه ما قدرش يبرر امام الصحافه هجومه على الشفاء. قالوا له انت اللي كنت تقول الروايه كاين قواعد عسكريه. نعم. وكاين قاده وكاين كذا، والرهم هذا يعني مصباح الليل راح جاب صوره تاع كلاش. يعني هذه الحرب كل عجل كلاش. نعم. يعني هذا هو السلاح اللي كان مقلقهم في الشفاء، السطورات هذيك وهذوك تاع الرصاص وكلاش. هذا كلش ما ورونا ار بي جي. قال والله غبالك كانوا دازين لي ار بي جي، لان ار بي جي هي كيما نقولوا احنا الياسين، هي اللي راها اليوم سيده المعركه الميدان. مش بنا ولا شيء. يعني حتى المبرر ما تنساش العالم هذو مش اغبياء وسدج تعقب عليهم كلش، راهم خبراء عسكريين، راهم ناس خاضوا حروب، ناس يعرفوا باللي الروايه تاعك حتى كي جيت تبرر لها ما قدرتش طيب. تبرر لها. فلهذا انا كملك هذه سي محمد. تفضل. اعلاميا علاه نجحوا اعلاميا؟ لان القسام يتبع الروايه الاسرائيليه، شوف يخدموا معاه بالدقه. نهار اللي يطلع الخبر هو يطلع له الصحه نتاعو باللي تاك تكذب، هاو الصحيح. ماشي راهم يطلعوه خلاص، لا راهي كاينه منهجيه في التسويق. لا. انت كي تكذب تقول باللي انا اليوم درت كذا، هو طلع لك الحقيقه ويقول لك. وكيف تفسر شيخ ابراهيمي انه يعني نقول المواطنين ولا الشعب تاع الكيان اللي عايشين في اراضينا المحتله اللي هي تل الربيع و صحيح. نعم. يتبعون ما يقول أبو عبيدة ولا يصدق. هذه مش قيد كذا. نعم. حتى في الحروب. نعم. السابقة كانوا يثقون في قادة المقاومة ويثقون في الجديد الآن. أن وسائل الإعلام الغربية رغم أنها لا تذكر أبو عبيدة بالكلمة إلا نادرا، غير أنها تتابع ما يقول وتعتمد على روايته. تعتمد على روايته لأن الناس في النهاية مهما كان محمد، الناس هذا كان مسلم غير مسلم، من طبع البشر تحوس على الحقيقة. نعم. الناس اليوم لقات في كلام أبو عبيدة الحقيقة. ولقات باللي الناس من طبع الإنسان يكره الظلم. يعني حتى. نعم. هو كان هو الظالم في حد ذاته يكره الظلم يعني دخله. صحيح. الناس الآن
استفاقت أن الرواية الإسرائيلية خيمة 75 سنة كلها كانت كذب، كذب ودجل باللي كنا مقهورين وظلم. حتى الرواية اللي طرحها بايدن، بايدن كي يتكلم مفروض الرئيس اللي تقدر تقول رئيس العالم هذا بالهيمنة نعم. الأمريكية نعم. قال لهم ذبحوا الأطفال وحرقوا النساء وش يدلوا القسم يخرجوا لهذوك الأسيرتين وجوا هذوك الأسئلة. النهاية ظهر بأنه هذا الرئيس العجوز كذاب 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 على العالم. حتى البارح في حتى البارح الرواية الأمريكية حتى في مجلس الأمة عاش تقدر تقنع خلاص. شفت القرار البارح كيف عقب بسهولة ما كانش بسهولة رغم أن أمريكا عرضت هي وزوج دول معاه والأخرين امتنعوا وكذا، بصح الأغلبية مدت عليه لأن الناس الآن بدأت تشعر باللي راح تدخل في عار كبير وراح تساعد الناء راح تساعد واحد الظلم اللي راح يجلب لها مشاكل داخلية من شعوبها. طيب هل هذا القرار تاع يوم أمس جاء برأيك لإنقاذ يعني الشعب الغزاوي ودفاع عنه كذا، أنه صح جاء هذا موجود ولكن لإنقاذ كذلك إسرائيل بين مزدوجين؟ أنا ميال الرأي الأخير من أزمة استراتيجية وأزمة عالمية. هزيمة 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 هزيمة. أنا ميال لهذا أنها من الدول الآن على أمريكا ما دارش الفيتو، كانت قادرة تدير الفيتو ودارت يا ما دارت فيتو، لأن تعرف مجلس القرارات مجلس الأمن ملزمة مش كيما تاع الأمم طبعًا المتحدة طبعا طبعا دوك هما ملزمين، رغم أنه إسرائيل البارح قالت ما تعرفش بيك ما تعرفش قبل القرار هذا العام ما يساويش حتى الحبر اللي كتبته به اللي كتبته به. إسرائيل هذه دير روحهم هذو وفق عقيدتهم شعب الله المختار فوق فوق الناس كل ما فوق القوانين فوق فوق الناس. فلهذا أنا البارح قراءتي نفس قراءتك أنت باللي يا ودي هذا الدول أدركوا بأن الهزيمة ستلحق، لأن الهزيمة دي وش معناتها سي محمد؟ الهزيمة مش معناتها تغلبوا عسكريين عليهم والهزيمة نقمعوا، لا الهزيمة هي هزيمة هي ذاك الشيء المعنوي اللي القوة اللي تتمتع بها تجاه الخصم تاعك. مثلا سيدنا بلال هزم أمية، أمية يعذب في عذب ولا أمية يتمنى غير بلال يقول كلمة برك باهي يرفع عليه الذل قدام قومه يعذب ويعذب والآخر يقول له أحد أحد أحد. هذه هي هذه هذه هذا هو النصر. الآن أنت 40 يوم بمعنى أنه لما أنت المقاومة تمنع الكيان هذا من تحقيق نصر هو الهزيمة، هذا هو الهزيمة. أنا مانيش أنا لا أحمل إخواني أنهم هذا جيش كبير ولازم يتغلبوا. أنا لمجرد أنه أن الكيان الصهيوني ما حققش أهدافه رغم الحصة تاع الشهداء والجرح ما حققش أهدافه، هذا هو النصر الكبير، لأن هذا اللي راح يخلي النفوس تعاود تترتب عبر العالم، لأنك تتكلم على قضية العالم كله مجدوء إليها والناس لازم يتبادر. سؤال فقط، أنت يعني أنا نتكلم على نفسي وهذا من بين أمور التي أعيبها على نفسي وأتمنى ألا نقع في هذا المحظور مستقبلا أنا ولا أي إنسان، يعني نهتم للشأن الفلسطيني هكذا بزيادة لما توقع يعني اعتداء أو كذا. أنت لا أنت تتابع الشأن الفلسطيني صحيح. أيام على مدار العام هذا وش على مدار العام. هل سبق لك أستاذ إبراهيمي أنه يعني عشت تعولم القضية الفلسطينية كما هذا المرة؟ لا هذه المرة لا هذه المرة لأن خلي راح أعطيك واحد الحوايج تفاصيل هكذا. زمان 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 كانت كي تصل غزة، غزة وش كاين فيها؟ قال فيها الإسلاميين فيها الإخوان المسلمين متفقين على ضربهم متفقين. أما الآن لا، الآن جت بعد الاعتداءات تاع الأقصى، الأقصى ما عندوش علاقة بالإخوان المسلمين ولا عنده علاقة بالحركة الإسلامية، عنده علاقة بالمسلمين وكل. فلهذا الأذكياء المقاومة كي طلقوا ما قالوش طوفان غزة، قالوا طوفان الأقصى. والطوفان تلقوه بعد التعديات وبعد التجاوزات الخطيرة، لأن يوم 7 أكتوبر لو كان المقاومة ما هجمتش كان راح ينفخوا النفخة الكبرى ويبدأوا في تهديم المسجد الأقصى. الناس هاي الناس اللي ما حبش تفهمها باللي يودي خاوتكم راهم استبقوا الحدث، يوم كانت راح تكون كارثة، راح يكون عار على هذه الأمة ما تزيش تفطن منه إلا 40 سنة، 40 سنة حتى يتبدل الجيل هذا يروح الجيل هذا بيجي جيل واحد اخر. معناها انت الاداء انت الاداء اليوم هما طرحوه باللي الان احنا المسألة مش غزية، المسألة مسألة اقصى. لان الطوفان تاع الاقصى الان اعطى هذاك الزخم العالمي. نديروا فاصل استاذ نعاود نولي لنفس السؤال نبدا به. هل سبق لك مثلا ان شاهدت القضية الفلسطينية وقضية غزة تعولمت
وحشدت واكتسحت وسائل الإعلام العالمية من قبل كما هذا المرة هذه؟ هل نفس الشيء؟ هل يعني أنت تقدر تعطينا الميزان؟ إذن المشاهدين الكرام، فاصل قصير ونواصل النقاش، بقوا معنا فضلا وليس أمرا. إذن مشاهدين الكرام، مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من غرفة الأخبار. طبعا نتحدث عن الجديد في غزة، طبعا نتكلموا عن المقاومة، على صمود الشعب الفلسطيني، الشعب الغزاوي. وصراحة لما نتكلموا يعني على غزة، نذكر دائما أنه حتى في الضفة يعني كاين مقاومة وكاين رجال وكاين ناس رافضين لأمر الواقع، ورافضين للتسويات، ورافضين للانبطاح، ورافضين للمناورات، ورافضين يعني صراحة في الضفة لما تهدأ تضع الحرب أوزارها في غزة حتكون حسابات الضفة عسيرة جدا، يعني لأن الشعب الفلسطيني اليوم رفض أنه يسال دم أخاه الغزاوي وهو يشاهد يعني غير لا يستطيع أن يفعل شيء. ضيفي الشيخ إبراهيمي أحمد، نائب رئيس الائتلاف العالمي لمصالحة فلسطين والقدس. كنت سألتك أستاذ، هل يعني سبق لك أن عشت هذا الزخم، هذا التعولم، هذا الاهتمام، هذا النقاشات والحديث حول قضية غزة من قبل كما الآن؟ لا 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 أظن أنه كان من قبلها ما يشبه هذه المعركة. لماذا أستاذ علي؟ أولاً قلت لك، أولاً لأن المسألة الرواية الصهيونية انهارت كل شيء انهار الآن بالنسبة للكيان الصهيوني، كل شيء انهار الآن. والكيان الصهيوني راه يبحث على حاجة ومبقى شيء، والعلم مبقى شيء يمشي له فيها، هي توسيع الحرب. الكيان الآن راه يدير في هذا الإجرام كل باش تفلت المنطقة، وأمريكا ما حبش تمشي له. لماذا؟ أمريكا ما حبش، لأن توسع الحرب معناتها خلاص بداية الحرب الكونية، بداية الحرب العالمية الثالثة. يعني أول من سيتضرر من توسع الحرب واللي يرفض توسيع الحرب هو أمريكا. وأمريكا الآن هي الديجارة تتلقف الضربات في القواعد في سوريا، والأمور ما يشتعلن الآن. راه تقريبا أكثر من 15 عملية في خلال 15 يوم هذه اللي فاتت، يوميا تضرب القواعد الأمريكية، وخاصة النتف هذه اللي موجودة في سوريا هذه، لأن هي قاعدة كبيرة وموجودة في مكان حساس بزاف في المنطقة، يوميا تضرب بالصواريخ. وبدأوا الحوثيين في اليمن، بدأوا كذا. الآن المنطقة كلها حتى حكام العرب، أمريكا بما فيها إيران، لا يريدون أن تخرج الحرب على على إطارها اللي راه فيه الآن. إطارها معنى إطارها، ولكن نتنياهو معناه شيخ، معناه خلونا نذبحوا ونقتلوا الغزاويين وحنا يتحرك. لا، هما بالنسبة لهم نتنياهو اللي راه يخمم في عمره، نتنياهو موش يخمم في الكيان الصهيوني الآن. ناس دارسين اللي يعرفوا نتنياهو الآن، وكل التقارير اللي نقراوها بلي نتنياهو الآن بالنسبة ليه الحرب قد ما يزيد يوم تاع حرب، قد ما هو بعيد على السجن، قد ما هو بعيد على الآخر. لأنه هو مجرد ما توقف الحرب، هو أولا مهدد بالسجن، حكومته مهددة يعني بالسقوط. الآن المجتمع الإسرائيلي راه مجتمع يعني الآن هايج على أولاده، لأن الآلاف آلاف القتلى من اليهود بالأمس على حسب الرقم اللي قريناه إذا صح من بعد راه مثلاً 2998 صهيوني في الحرب هذا. يعني هذو راهم بعوائلهم، واليهود تعرف اليهود ما مش ناس هما احرص الناس على حياه كما قالها رب العالمين. احنا ممكن عندنا هذاك الايمان باللي شهداءنا وراحوا للجنه وراحوا، ما عندهمش الامر هذا. معناه هذا الناس كلها راح تكون عمليه ضغط على نتنياهو. طيب فلهذا احنا اللي انا واش نقولوا اعلاميا الان، لان الشعوب، انا قلت لك يا محمد، بلا الشعوب لا تريد أن يلف حول عروقها الحبل تاع العار والخزي تاع الأطفال. لأن الصورة شفت ليك الصورة تاع هذوك الأولاد المساكين اللي ما مش لاحقين للنور، هذيك وحدة أطفال في الخدج، يعني هذيك وحدة، هذيك الخدج ليكوفرز، يعني أنت تقتل الأطفال يعني داخل الخدج، يعني كي نحوهم البارح حطوهم مع بعضهم يواجهوا في الموت. هذيك الصورة بكرة دمرت العالم، دمرته. والطفل الصغير يأثر يا سي محمد، لأن ربي سبحانه وتعالى ما يحاسبوش، ربي رفع عليه القلم ما يحاسبوش. نعم. وانت تقتله. وعلى أنا قلت لك نهاية الكيان الصهيوني، لأن كي نرجعوا لقرآننا، كل المجرمين اللي انتهكوا حقوق الطفل كانت نهاية مأساوية. فرعون، النمرود، أبو نواس في اليمن، صاحب الأخدود، يعني كل الإنسان اللي دنا للطفل. لا، لأنك دنيت الحاجة بريئة، ما عندهاش علاقة بمعركتك، ما عندهاش علاقة بالشيء اللي يصرى، موش فاهم الطفل هذا. فلهذا ربي سبحانه وتعالى يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، علاه بأي ذنب، علاه ما هو الذنب؟ هذا الطفل يوم القيامة يوقف
يقو قدام ربي يقولوا ربي اسال هذا الناس اللي عليها قتلوني انا ما عشتش عليها. الناس راهي فاهمه باللي غير نتنياهو الجنود تاعو اللي راح يتحاسبوا. يتحاسب سكوت الامه هذه؟ كل من تخاذل في هذه المعركه هو معرض لهذا السؤال. وانا هذه اللي خايف منها. انا مانيش خايف على غزه وين واش راه يصرى. انا وليد الثوره محمد وانت وليد الثوره وحنا ولاد الجزائر. احنا غماتنا واش حكاو لنا وبياتنا واش حكاو لنا. المجازر اللي وقعت في 40 يوم كانت توقع في نهار واحد في الجزائر في ساعه في ساعه ساعه يحرقوا الدنيا كل. يجوا المجاهدين يديروا عمليه يقتلوا ضابط فرنسي ولا يقتلوا الحاكم ولا هما يروحوا للمخابئ نتاعهم ومن بعد تجي الطياره تحرق قعدت شهور هذوك صحيح تحرق قعدت شهور هذوك والشعب هذا كنت تحرقوا. فلهذا احنا هذا الامر اللي الان علاش انا قلت لك الان الضمير الانساني يلقى روحه امام عيب وعار يعني احنا على قاعدين مصطفين مع اسرائيل هذه الضمير الانساني استاذ كنت تقولوا لنا الهولوكوست ضمننا معاكم كنت تقولوا لنا المحرقه ضمن انتم راكم تديروا في المحرقه الان احنا على الشعوب ضمنت مع اليهود لان الروايه تاع المحرقه والهولوكوست كاينه ما كاش المهم قدروا يعقبوها وهي كاينه جزء منها كاين جزء منها ضخموه المهم عرفوا يستغلوا هذا الامر. الناس كلها ضامنت مع اليهود لان يقولوا هتلر كان يجمعهم ويقتل فيهم بالغاز وكذا ومدري صغار ونسام الناس ضامنت معهم رغم انهم يهود ومفسدين بالارض. نعم. انت اليوم العمليه اللي ضامنوا معك اللي ضامنت معك الشعوب خلال هذه 75 سنه خلينا راك تدير في نفس العمل معناها انقلب السحر على الساحر. شيخ خلينا نحكيوا على ما بعد غزه. ما بعد غزة هم بدأوا يحكيوا عليها منذ مدة درك احنا المسلمين اللي لازم نحكيهم على ما بعد غزة وسيكون الحديث فيها والحكي فيها اللغة المشارقة حكي صحيح أنا في تقديري برأيك أستاذ أنا نسأل الآن إسرائيل والكيان الصهيوني هي العدو الأبدية بالنسبة للمسلمين بنص القرآن معليش هذه ولكن مثلا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه يا استاذ انا صورتها عند المسلمين شوف انا مانيش دارس مليح للواقع الامريكي ولكن من خلال المعلومات هل ستهتز يعني هل فقدت اسهما في العالم الاسلامي والعالم العربي يعني؟ شوف تراجع الهيمنه الامريكيه عنده مده خلينا من الهيمنه نحكيوا على شيخ نحكيوا على السمعه أنا جاك. على الاقل الصداقه على الاقل انا جاك سي محمد اللي هي الهيمنه الامريكيه عندها مده من اللي بدات تتراجع طبعا لان ضربت القيم اللي هي اصلا كانت تروج فيها العالم شاركت في كانت الديمقراطيه مش مامنه بها حريه الانسان كل هذا معناتها اي نظام ولا اي حضاره اول حاجه تبدا تتهدم فيها القيم كي تشوف القيم من بعد يجي المساله العسكريه والزوال هذا يجي في النهايه من بعد السمعه الامريكيه من الجرائم اللي دارتها سواء كانت في العراق ولا في افغانستان ولا في الصومال ولا الجرائم اللي شاركت بها ولا تدعيم الـ 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 الانظمه مثلا كيما الروهينغ الميانمار قتلوا الروهينغ مثلا دعمت الهند البوذيين ضد المسلمين نعم. يعني كاين امور كثيره خدمتها امريكا الان جات الى هذا الامر الاخير انها حمات هذا الكيان الصهيوني في مساله هزت العالم كله هي قضيه قتل الاطفال هذا ويقول له هو يقتل في الأطفال ويقول له يحق لإسرائيل تدافع عن نفسها أنا من تدافع عن نفسها من الأطفال 5000 طفل مع الأخر الشهداء يخي هاي الحكومة في غزة تحدت العالم نشرت قاع أسماء الشهداء هاي يعطين ها أسماء الشهداء أعطيني هذا المقاومين اللي بتحكي لي عليهم أنت اللي تعرفهم أنت اللي تعرفهم أعطينا أسماءهم نعم صورة الآن الصورة الآن الصورة سمعتها الآن. سمعتها الآن سمعتها الآن الأسهم تاعها عند شعوب العالم الإسلامي أنا لازم نقول لك أخطر منها الإدارة الأمريكية الآن سمعتها حتى في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عند الشعب الأمريكي بدأت تنهار بدأ الآن كاين حوار كبير راه واقع عند الشعب الأمريكي راه يوميا لما تشوف الحوارات تاعهم اللي ديبات تاعهم راه واصلة للسقف وحتى دخل الكيان الصهيوني حتى المجتمع الإسرائيلي اليوم راه لما مرة بعض القنوات يجيبوا لنا واحد المقاطع مترجمة هكذا كيفاه قاعدين يهاجموا في بعضهم بعض يعني احنا اليوم امام رانا امام كيما قال ربي سبحانه وتعالى بأسهم بينهم شديد نعم. امريكا الان تراجعت نهائيا ما بقاتش عندها الهيمنه هذيك واقتصادها وعلى بالك الاقتصادها وصل الى التريليون من الديون نعم. وعندها خلاف الداخلي عندها الاثنيه هي الداخل رويه طبعا عندها الاثنيه ما تنساش باللي هي المهدد تاعها والاثنيه اللي تكونها عندها ولايات فقيره وولايات غنيه الولايات الغنيه قالت لك انا ما نصرفش على الولايات الفقيره معناها الان بذور الفناء تاع امريكا راهو من الداخل هذيك الاعمال اللي خدمتها عبر العالم هذيك كل
الآن رجعت مهدد من المهددات في المجتمع والنسيج الداخلي يتحمل الدخل. وجاي الأمور لأن الله سبحانه وعز وجل يأخذ الظالمين ما يأخذهمش بنفس الطريقة اللي طلعوا بها. قال مثلا أمريكا احتاج 200 سنة تولي هكذا، ربي كي يأخذها في لحظة. نعود نولي شيخ إبراهيمي، قلت لك قبل قليل يعني أنه نحن المسلمين العرب عادة سرعان ما ننسى القضية الفلسطينية. هل برأيك اليوم المواطن العربي والمسلم سواء في الجزائر، في الصومال، في السودان، في أي مكان من بقاع الأرض راح ينسى كما كان ينسى من قبل؟ هو مش كان نسيان سي محمد، هو نكونوا عادي قولوا فطور يعني. لا ما هو لا فطور لا نسيان، الناس تعودت على الهزيمة سي محمد. الناس إلا انتصرت المقاومة هذا راح يكون شأن آخر في العالم، لأن الناس تعودت صدام حسين ومليون عراقي مليون جندي وفلان وفلان وبعد نهزم قال كذا. الآن الشيء اللي راح يحدث في فلسطين راح يعود يرجع الأمل للناس، وكثير الناس اللي راح يندموا على ما ساهموش في المعركة هذه، وهذه اللي دائما ندعو لها نايا. كيف يساهم؟ كل واحد يساهم. أنت إعلامي ساهم، أنت كاتب تساهم، أنت مولد مال تساهم، مساهمة يا سي محمد. ما تحددش كل واحد على باله به قادر. أنت عارف القدرة تاعك كيف تساهم. أنت راه عندك 40 يوم وأنت مرابط في القناة هنا وتحوس توصل الرواية الحقيقية تاع المعركة. هذا هو هذه المساهمة. أنا مثلا راني اليوم رئيس جمعية نخدم، مش نقدر نخدم، راني رئيس حزب، راني ما في ما راني صاحب مال، راني صاحب يعني. إحنا الآن أمتنا صرا لها كيف فتح مكة. قبل فتح مكة الناس كلها في الجزيرة العرب كانت تنتظر هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقدر يتغلب على قريش. قريش كانت تدي القداسة هذيك وهزمة إبراها وكذا. لمجرد ما تم الفتح الناس كلها جات لحقتها. إيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قبل الفتح كانوا يدخلوا فرادى، يجي واحد برك يآمن، صح؟ من بعد ولا تجي القبائل الكل. إحنا رانا أمام هذا المشهد. الناس الآن معظم الناس قاعدة تتفرج وقاعدة في داخلها. يا ربي ينتصروا. علاه دير واحد التخوفات؟ كاين منظمة ماهيش تخدم الآن تقول لك أنا لو كان نخدم وغدوة يصرى انكسار يحطوني على لائحة الإرهاب. معناه كاين واحد التراجع عند الناس الآن. ينتظروا في نتيجة المعركة. بصح الندم اللي يجي بعد نتيجة المعركة أكثر من هذا الانتظار. هي كان المفروض حنايا اليوم مادام جاتنا فرصة في الأمة هذه من يرفعوا شرفنا ويرفعوا ننخرط، كل واحد ينخرط. لما نقول للناس احنا في جمعية البركة رانا نخدموا، رانا منخرطين في المعركة. بقى كنت نشرح فيها للمسؤولين اللي تابعين البركة، قلت لهم احنا الآن ما أصبحناش جمعية إغاثية بمفهوم الإغاثة اللي نعاون فيك. احنا اليوم انصهرنا في هذه المعركة. علاه؟ لأن البركة اليوم راهي تخدم في فلسطين، تقدم في الشهداء. عندنا 13 شهيد البارح، زوج شباب بيروحوا من مركز لمركز قبضوا من الهيود اعتقلوهم. معناه كيولي الأداء تاع الجمعية بهذا الشكل، معناه انترك من خارجك في صلب المعركة لداخل الآن. الآن دول يقول لك من جهز غازيا ويقول دعك الآن ويقول من خلف. معليش هذيك عندها وقتها. هذاك الإعداد اللي من جهز غازيا هذيك ما حتى من خلف. بارك الله فيك. احنا أنا مش أنا نحكي لك على شيء آخر. آخر مثلا كي تكون جمعية تخدم، هم كاين جمعية كانوا يخدموا معنا لمجرد ما استشهدوا لهم رفضوا باجاجهم ومشاو. حتى الأونروا استشهدوا لها مياه مش حاجة، خلت كل المراكز كلها اليوم راحت البركة هي مصروسة. حتى الإعانة الدولية لا تدخل، البارح دخلت إعانة دولية ما لقوش من يسلموها ولا يسلموها المركز تاع البركة. وهي الصور والفيديوهات معناها انت يا كي نقول لك انا انخرط في المعركة ما تديرش حسابات. وربي سبحانه وعز وجل، ربي احنا في النهاية مهما تحلل سي محمد ومهما تكون عبقري في النهاية كلام ربي هو اللي حيبقى على الأرض. علاش قلت لك قبل انت راح نجاوبك على سؤالك ما بعد غزه. الان احنا ربي في هذه المرحله قال لك اقتحم. هذه تقعد تفكر النقاب وتطعن فيهم مسغبه ما تصلح. ليش الاليات العاديه والسنة ودير حمله والسنة وبعد انا كثير من الجمعيات اللي راهم يخدموا مساكن حابين يخدموا، بصح كيفاه يستنى حتى توقف الحرب باش يديك المساعدات؟ هو موش محتاجك بعد الحرب. بعد الحرب هو سيفرض شروطه بالقوه. نعم. المقاومة بعد الحرب مش حتكون ذيك المقاومة اللي فاتت يعودوا يزيدوا حاصروها ويسكروا عليها. الناس فاهمين المعركة خطأ. بعد هو جاب راح يجيب اللقمة تاعو من فم السبع بعد الحرب. من فم نعم. من فم الكيان سيفرض على الكيان. السبع الله يسمع حاجة كبيرة. نعم. من فم الخنزير هذا. الخنزير. نعم. سيفرض على الكيان أن يعوضه. وهذا كل خطاب اللي قالوا السنوار
اللي قالوا سي يحيى السنوار الله يحفظه. هذاك الخطاب سيتجسد بعد الحرب. باللي قالوا نعودوا نجيبوها خاوة. خاوة هذه في اللغة المشرقية معناتها بذرع. أيوة. بذرع جاي من حقنا بذرع. ماشي كيما خاوة. لا لا مش خاوة. مش خاوة بكيما تاعنا لا. خاوة هذه معناتها بلاك الله خير. بلا مزيتك نديها من عندك. فلهذا احنا اليوم احنا الناس هذو محتاجيننا الآن. محتاجينك الآن تقتحم العقبة. ما تقوليش كيف. ما تقوليش كيف. أنت تعرف. ما تقوليش كيف. أنا حاولت أتخذ البركة النموذج. البركة يتقدم في الشهادة. أنا يوميا رئيس المكتب كل يوم كل ليلة عشية يكتب لي رسالة يبكيني. قول لي اسمع ولادي راهم أمانة في رقبتك والله يوميا. نعم. قول لي الشيخ أنا أثق فيك وراني نطبق قاوش راك تقول لي والشباب هنا راهم قاوش راك تقولنا وتقولنا خدموا نخدموا ورانا نقدموا. قلت لنا الإعلام تاع الجزائر ما يهبطش ما يهبطش وعاهدوني على الإعلام. قالوا لي الإعلام اللي يبقى يرفرف في غزة وإعلام الجزائر وبالفعل بقى وحده والله بقى وحده في المراكز. الحمد لله. وهذه نعمة من اللي عمل الله أن الله اصطفانا في هذه المرحلة باش نشاركوا إخواننا فيه. بصح أنا لازم أكون مدوري. أنا ما لازمش خصم والو ولا شيء. ما تجيش تكثر عليا الأسئلة. ما تكثرش عليا الأسئلة وكيف ندخلوا. دوك أنا راني ندخل نقول كيف راني ندخل. أيا دوك أنا هاك تجي لي أنت. أنت بأي حق تسألني هذا السؤال؟ أي أولا أنت لك تتطوع لك تتطوع لقبرك. راك تخدم على كتاب راك تخدم على لقاء الله سبحانه وعز وجل. لقاء الله سبحانه وعز وجل ماكش محتاج الأسئلة هذه. فما بعد غزة ما بعد الحرب هذه يا سي محمد شيخ معلش هما راهم يحوسوا الآن بس ما نكملك هذه تفضل. يحوسوا الآن يعاودوا يهندسوا يهندسوا غزة شكون يحكمها لمن هذه ما عادش تنفع الآن لأن السيادة الآن لصاحب الأرض سيادة لصاحب الأرض واللي يدعو على الزنا أعطيك الصحة الآن أنت مقاومة خارجة منتصرة بهذه القوة صح قدمنا الشهداء والشهداء راهم في الجنة والأيتام هذو يكبروا والجرحى هذو يدوا إن شاء الله وتولي هذه وهذه تولي كاع فخر نعم والدين يخلف كلش يخلف بالصح العزة والكرامة لا طاحت في الأرض والله وتجيب لها البيرية تاع الأرض كل والله ما يرفدوها صحيح. نشكرك أستاذ إبراهيم نائب رئيس ائتلاف العالمي لمسارة الغزو فلسطين والقدس. نتوعدوا أنا وياك أستاذ نعاودوا نتلاقاو على قضية ما بعد غزة بإذن الله. احنا جاهزين احنا خليناهم يتكلموا على ما بعد غزة الآن دلتنا نحن الذين نتكلم على ما بعد غزة. صحيح. أشكرك مجددا الشيخ إن شاء الله ربي يجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم. وراه الشيخ وجه لكل جزائريين دعوة كاش لما شي قادر يعاون يعني ولو بالدعاء ولكن احنا مدى بينا ننتقلوا من هذه المرحلة تاع العاطفة إلى العمل العمل في الإطار تاع قوانين الجمهورية وما يسمح به القانون في الجزائر بطبيعة الحال قادرين نعاونوا. إذن لا تبخلوا على إخوانكم لأنه اللقمة هذه اللي راك تعطيها أنت للغزاوي راك تحافظ في النهاية على لقمتك أنت هنا في الجزائر باش ما يجيش صهيوني ينحيها لك. يعني صورت لك الأمور كما ينبغي. ألقاكم غدا الجمعة صباحا إن شاء الله إلى ذلك حين أقول لكم السلام عليكم.